شاركت سعادة الأستاذة دلال جاسم الزايد رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، والتي تنعقد على هامش أعمال الجلسة الخاصة الطارئة المقررة للبرلمان العربي يوم غد السبت لمناقشة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن المملكة المغربية الشقيقة، والذي تضمن اتهامات بشأن سياسات المغرب تجاه قضية الهجرة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس. سعادة الأستاذة دلال، نرحب بك بداية ولنتحدث عن أبرز ما بحثته اجتماعات لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي، وما أهمية عقد هذه الجلسة لبحث موضوع الهجرة في هذا التوقيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ناقشت اللجنة عدد من المواضيع إن شاء الله التي سترفع ضمن التقرير لأعضاء البرلمان في الجلسة التي ستعقد غدا إن شاء الله، وأبرزها كان عدد من التشريعات والآليات المرتبطة بالعمل المشترك العربي في مجال حقوق الإنسان، وتم التباحث حول آلية التنسيق والتعاون مع الجهات العربية المعتمدة في حقوق الإنسان من جامعة الدول العربية من منطلق ترسيخنا للتكامل العربي، وحقيقة في التعامل مع الاتحادات البرلمانية، المجالس التشريعية والهيئات المنظمات الإقليمية والدولية. استعرضنا عدد من التشريعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وإعدادنا لرؤية من منظور تشريعي حول دعم تنفيذ الخطة التنمية المستدامة في العالم العربي. وآخر مواضيعنا كانت الانتهاء من قانون استرشادي لتنظيم أوضاع العمالة الغير منتظمة، حيث وضعنا يعني عدد من الأحكام لتنظيم نصوص حمائية لتلك العمالة وفق القانون. بشأن تخصيص جلستنا يعني طارئة أيضا بمتعلقة من منطلق المسؤولية وواجب بيان الموقف البرلمان العربي لمساندة ودعم المملكة المغربية، وكذلك ما صدر عن البرلمان المغربي بشأن رفض القرار المجحف الصادر من البرلمان الأوروبي واللي صدر لقايات معادية ومرفوضة. طبعا المملكة المغربية يعني خاصة في شأن الهجرة عملت بشكل جاد وفاعل وثابت ذلك من خلال منظومتها التشريعية وآليتها التنفيذية في تنظيم الهجرة. كانت كل نصوصها وأحكامها مرتكنة دائما للقانون الوطني بما يتسق مع القانون الدولي، وعملت على كذلك مكافحة الهجرة الغير شرعية. لذلك يعني راح نأكد على دعمنا الكامل للمملكة المغربية وفي التصدي لكل ما هو ماس في الشأن الداخلي والسيادي لأي دولة عربية. نعم، الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، شكرا جزيلا لك.